كتاب صدر مؤخرا بعنوان المذهلات. وانا سعيده انه معايا النهارده في جلستنا وعلى المنصه يعني كل المذهلات خلف فكره هذا الكتاب وخلف المحتوى الموجود فيه. اسمحوا لي الاول ارحب بضيوفي وبعدين ابدا معاكم بالمناقشه وقصه الكتاب. هرحب من اول هنا بقى من جنبي على طول، الاستاذه ناهد الشوى، كاتبه ومؤسسه دار كتب نون، مؤسسه ناهد الشوى الثقافيه. اهلا بك يا استاذه ناهد. معايا الدكتوره جويس عزام، اول امراه لبنانيه تحقق تحدي القمم السبع، مهندسه وحاصله على الدكتوراه في المحافظه على الارث الطبيعي والثقافي من ايطاليا. اهلا دكتوره جويس. ومعايا الأستاذة لبنى شكري، مؤلفة وكاتبة الكتاب، وهي كاتبة أطفال مصرية وإعلامية ومترجمة ومذيعة. وشخصيا بقول لكم إن هي متعددة المواهب وأنا بعرف فيرست هاند. ومعايا كمان الأستاذة منى قاسم، مسؤولة برنامج التربية من أجل المستقبل بمنظمة المرأة العربية. أهلا بكم، سعيدة جدا إن أنتم شرفتونا النهاردة وسعيدة إن إحنا في هذا الحوار. واسمحوا لي اشارك مع الضيوف ومع الجمهور، واحنا دلوقتي للي ما يعرفش احنا موجودين كمان على الهواء من خلال قناه اليوتيوب الخاصه بمعرض ابو ظبي الدولي للكتاب، وهيكون طبعا الجلسات متاحه كمان على موقع المعرض بعد انتهاء الجلسه. فبالنسبه للجمهور اللي بيشوفنا بقى في كل مكان، انا حابه اقول لكم انا عرفت ازاي على قصه الكتاب. انا بعرف لبنى من زمان وبعرف طبعا موهبتها وبقرا القصص بتاعتها، وبعدين عرفت يعني شفت لبنى حتى بوست عن ان هي نشرت كتابها الاخير المذهلات. عجبتني جدا يعني الحقيقه، دخلت قلبي الفكره وكلمت لبنى اعرف منها ايه القصه اللي ورا الكتاب. فاللي حصل انه لبنى حكيت لي قصه الكتاب وما وراها في المحتوى، بس كمان حكيت لي كيف خرج الكتاب الى النور، ودي بقى قصة تانية خالص عايزين نتكلم عليها من ناحية التحدي والإلهام الخاص بهذه النقطة. فأنا هبدأ أشوف الأول، هبدأ من لبنى. احكي لي يا لبنى القصة كده باختصار وقولي لنا إزاي بدأت قصة الكتاب. تفضلي. شكرا يا برلنت على التقدمة الجميلة دي. هو يعني مصدر الإلهام للكتاب جاء من خبر قرأته عن وصول أول امرأة سعودية لأعلى قمة في العالم، وهي قمة جبل إيفرست، وهي رها محرق. فلفت انتباهي الخبر، يعني امرأة من السعودية وتحدي صعب قوي، يعني إيفرست بيسموه الوحش أو المونستر. فعلق بذهني اسم رها، وبعدين أنا لسبب ما بحب قوي قصص متسلقي الجبال، يمكن لان انا بخاف من المرتفعات، فهم بيعملوا حاجه انا مش مقدرش عليها. فبدات ابحث اشوف عندنا مين كمان، فبدات اعرف على سوزان الحوبي اللي هي اول امراه في عربيه وفلسطينيه بتنهي تحدي القمم. بعدين اتعرفت على جويس عزام، على اول امراه لبنانيه بتنهي تحدي القمم. وبعد كده توالت القصص، هي بتيجي قدامي لوحدها، يعني عارفه لما يبقى في عندك فكره بتشغل بالك وبتبدا تظهر حاجات بتدعم هذه الفكره. انا مقيمه بالولايات المتحده الامريكيه، وفي الحقيقه يعني من مميزات اقامتي هناك ان في سوق كبير جدا ومتنوع لكتب الاطفال واليافعين. فلاحظت وجود كتب زي وكتب عن النساء في مجالات مختلفة. ولما أفتح الكتاب ما لقيش قصص عننا عربية، قصص تشبهنا أو تشبه بنتي. فحسيت أن أنا عايزة أكتب حاجة عننا، إحنا عندنا قصص. وبدأت أدون يعني أسماء، وكنت عارفة أن الكتاب صعب إنتاجه، لأن إزاي نقدر نتواصل مع كل الرياضيات أو اللاعبات، فمحتاجة ناشر جريء، محتاجة منظمة عندها فكر. فخدت نوت، يعني عندي اللي هو دفتر الأفكار، إن أنا دي فكرة حلم. ولحد ما منظمة المرأة العربية عملت مسابقة ضمن إطار برنامجها التربية من أجل
التربية من أجل المستقبل، وقدمت في المسابقة والكتاب فاز، ومن هنا بدأت. جميل، ننتقل على منى بقى. لما وصل الكتاب لعندك عملتي ايه يا منى؟ او الاول قولي لنا عن المسابقه، يعني منظمه المراه العربيه بتدعم او بتروج لي قيم ومبادئ واهداف معينه من خلال دعم مسابقه، يعني من خلال مسابقات بتدعم المبدعين في مجالات مختلفه. تكلمينا عن المسابقه. اول حاجه احنا منظمه حكوميه، اديكي خلفيه بسيطه، احنا بنشتغل بقالنا 20 سنه مع الدول على مستوى السياسات، على مستوى مع المرأة نفسها، على مستوى التوعية، التدريب. في مرحلة حسينا انه لما بيجي لنا الستات وهم كبار او الرجالة لما بنتعامل معاهم بيكون خلاص تشكل الوعي وحصل اللي حصل، والدور بتاعنا بيبقى فيه طبعا تغيير بس مش كافي طبعاً. فقررنا ان احنا نشتغل على المرحله الفئه العمريه الطفوله بقى، وهنا بدا موضوع برنامج التربيه من اجل المستقبل على ثلاث محاور: محور التعليم، محور الثقافه، ومحور التربيه. التربيه في البيت والتعليم في المدرسه والثقافه، كل ما بيدخل للاطفال من محتوى ثقافي لتغيير الذهنيات، لتطوير التعامل بشكل بمساواة مع الجنسين. ومن هنا جت بقى الفكرة، اشتغلنا بشكل موازي يعني على الثلاث مجالات دول، وقلنا هنبدأ نعمل مسابقة لأفكار قصص للأطفال تكون كسرة للأنماط السائدة أو تكون بتشجع المساواة أو كده. جالنا طبعا يعني مئات الافكار والكتب الجاهزه وكل حاجه، ولكن الاختيار ما كانش صعب، لانه فعلا هي فكره، يعني فكره ان انت تبروزي مجموعه كبيره من السيدات في مجال معين كانت فكره لا يمكن مقاومتها. بالظبط، وباللغه العربيه زي ما قالت لبنى الحاجات دي موجوده بره دلوقتي كتير قوي في مجالات مختلفة. لا، اللغة العربية احنا ما عندناش من الأنواع دي خالص تقريبا يعني. فمن هنا بدأت بقى، اخترنا الفكرة بتاعت لبنى واشتغلنا بقى. كانت يعني هي كانت فكرتها متكاملة وكل حاجة، ولكن كان في بعض الحاجات اللي تخص بقى المنظمة عندنا محتاجين ان احنا نظبطها شوية، ان هي تبقى يعني شاملة اكثر دول عربية ممكنة. فابتدينا بقى نشتغل من هنا، الموضوع بقى فتح مننا من هنا. جميل. وطبعا يعني انا اللي فهمته وعرفته من القصه انه، او يعني من كيف صارت الامور، انه انتوا كنتوا شغالين بس مش عارفين مين ممكن ياخد الخطوه اللي بعد كده علشان ينشر الكتاب. بالظبط. وفين هنلاقي ناشر او ناشره جريئه تخوض التجربة وتقرر انه احنا مش هنمشي بالسائد والمعتاد؟ لو كنا يعني فكرنا في الموضوع بشكل عملي ما كناش هنعمله ابدا. انا متخيلة طبعا، ما ده 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 روعة التجربة كلها، انه انتوا كلكم جمعكم شغف ما ودخلتوا في الموضوع بقلبكم زي ما بنقول احنا، وبالتالي الحب ده انعكس في كل الخطوات التنفيذية للمشروع. نيجي بقى على مرحلة خروج الكتاب إلى النور، وإنه تلاقوا ناشرة، أنا مش هقول ناشر بقى خلاص، أنا هقول ناشرة، تتبنى الفكرة وتقرر إن هي تكمل معاكم الرحلة بما فيها بقى كمان من تحديات تانية. يعني إحنا عارفين تحديات التصميم والطباعة، وإنه يخرج للسوق بشكل منافس. ويعني احنا عندنا صورة الكتاب معانا هنا على الخلفية. انا هترك الاستاذة ناهد الشوة طبعا تتكلم عن الموضوع، بس الكتاب جميل بشكل، يعني من ناحية الوانه المبهجة والصور والرسامين المبدعين، للأسف يعني كان نفسنا يكون حد فيهم معانا النهاردة، بس الكتاب جميل. استاذة ناهد، لما وصلت لك الفكرة جات لك ازاي وعملتي ايه؟ حقيقة كان في بيننا نقاشات ويعني صداقة بيني وبين لبنى في مجال أدب الطفل، ونتباحث في هذه المجالات، وذكرت لي أنها يعني كتبت هذا الكتاب، فتأثرت بالفكرة، وبعد ذلك تواصلت معي منى وتكلمت عن الفكرة أيضا وماذا ممكن أن نفعل سوية. الفكرة نفسها احنا كنا
في عنا توجه، وكنا وضعنا قائمة بسيدات عربيات معاصرات أعتقد لابد أن نطرح قصصهن لتكون ملهمة ومؤثرة، بحيث يكون الطفل يواجه هذه الشخصيات، هم حوله في مجتمعه. يعني التاريخ طبعا نستفيد منه يعني ونهتم بطرحه أكيد، ولكن وجدت هنالك نقص شديد في إبراز المؤثرات وعلى مستوى العالم العربي والمؤثرين أيضا. يعني أنا لست نسوية ولكني أنا حقوقية، أوكي؟ وأعتقد أن المرأة والرجل أو الذكر والأنثى في مجتمعاتنا يحتاجون الكثير على مستوى فكري، بحيث يدافعون على المساواة، على الإنسانية، على التوجه العدالي في المجتمع. إحنا نحتاج مجتمع عادل سواء للذكر أو للأنثى. فالفكرة أبهرتني وأحببتها جدا، وأيضا لأني أيضا يعني أعتقد إنه هذا الكتاب يقولوا إحنا ضرب خمس عصافير بحجر. إحداهن تسليط الضوء على سيدات ملهمات مثل جويس على مستوى العالم العربي. اخترنا البطلات على مستوى العالم العربي أيضا، لم نفرق بين جنس أو حدود، أو وضعنا اعتبرنا هذه الخريطة كلها بين يدي الطفل. اثنين، بدنا نبرز دور المرأة ونكسر الصورة النمطية للمرأة العربية التي لا تستطيع أن تلعب رياضة، أو لا تستطيع أن تحقق طموحاتها، أو ليس لديها إصرار ولا زالت في قمقم إن صح التعبير مجتمعي لا يريدها أن تخرج منه. كمان كنت سعيدة بالنماذج الرجولية الشهمة الكريمة التي وقفت مع وساندت المرأة في مشوارها لتحقيق طموحاتها وأحلامها. هذا أيضا دور جدا مهم أعتبره، ومهم جدا تسليط الضوء عليهم. موضوع الرياضة لايف ستايل، يعني أسلوب حياة، لابد أن نسلط يعني نشجع مجتمعاتنا على الرياضة. فاعتبرت الكتاب يعني نموذجي ليوصل كل هذه الرسائل سوية. بالنسبة للإنتاج الإصدار، هذه قصة أخرى جلسنا فيها الكثير من الجلسات حتى خرج الكتاب كما ترونه اليوم. كنت مهتمة، كانت زمنا متى سوف يصدر كتاب، متى سوف يصدر كتاب، ونحن نصنع الكتب بحب ونطبخها على نار هادئة. فكنت صريحة، لن يخرج بيوم وليلة، يعني سوف يكون متقناً لأقصى حد. تعاملنا مع رسامات على مستوى العالم العربي من عمان، من مصر، من تونس، من المغرب، من لبنان، من سوريا، كلهن عملنا في ذات الوقت بحيث ننتج الكتاب بأسرع وقت ممكن، صحيح، ولكن بأكثر صورة متقنة. الإخراج الكتاب أيضا كان هناك تباحث بيننا وفريق الفني، فكان ممتعا جدا العمل على هذا الكتاب. ونحن دائما نقول ما نفع الأدب إن لم يعلمنا الحب، فهذه الكتب هي التي تعلمنا الحب وتعلمنا الجمال أيضا. جميل جميل أستاذ ناهد. هو أنا يعني لما بسمع القصص أنا شايفة أن الكتاب وراء كتيبة من المذهلات، يعني انه هو طبعا مسلط الضوء على بطلتنا الجميلات ودكتورة جويس معانا النهاردة، لكن كمان كل العاملات خلف الأضواء يعني انا لاحظت ان حضرتك بتقولي ان هم رسامات كانوا كلهم بنات كمان. نعم، يعني الحب والتآزر اللي كان موجود، انا اعتقد ان كل اللي قرأ القصص وقع في حبها، وكل ده طلع في إخراج الكتاب. أنا هنتقل دلوقتي لدكتورة جويس، ويعني إحنا مبسوطين إن أنت معنا النهاردة، thank you for coming، وشكراً إن أنت يعني سافرتي ورغم ضيق الوقت وكل الضغوط. أنا عايزة أسمع منك قصتك كبطلة رياضية والتحديات اللي أنت واجهتيها، علشان يعني النهاردة أنت موجودة معنا كنموذج من البطلات اللي موجودين في الكتاب. تفضلي وإحنا قاعدين نتعلم. هذا شرف كتير كبير لإلي، أنا كتير متأثرة يعني.
ما بقلكن قد شغلة حلوة وفي عندي فرح كتير كبير، يمكن أكتر من وقتها وصلت على قمة العالم، إنه يمكن هالحلم اللي بلش بال 2012 وأخذ 7 سنين من الشغل، وكان خي جورج اللي هو نحن 5 أولاد هو رقم 3 حدي عم بيساعدني وعم بيمرني الكوتش، وسبع سنين من في يقول من الإصرار، لأنه أنا جاية من عائلة كتير متواضعة من بيروت وما عندي كان الماديات إنه لاقي السبونسر، لا يعني كان عايزة لاقي سبونسر لأطلع على الجبل، عم نحكي كميات يعني تقريبا بحدود $600,000 ل7 قمم، يعني أعلى قمة بكل قارة، حلم قد خريطة العالم وبالإصرار، ومثل ما بقول أنا بسموني زلحفة الجبل، شوي شوي وصلت أني حققت هالحلم ب 23 أيار 2019 مع وصولي لقمة العالم، وكان 7 قمة من 7، وهو بسائب مبارح ثالث يعني ذكرى لهالإنجاز. بس ما كنت متخيلة وقت بلشت هالحلم أن يكون معكم اليوم وكون واحدة من هالمذهلات البطلات بالعالم العربي، ونكون عم نودي قصتنا للبنات والشباب بالعالم العربي يكونوا عم بيشوفوا حدا بيشبههم عم بيحقق هالإنجازات الكبيرة. لأنه أنا كمان بال 2013 وقت قريت عن رها قلت أنا كمان بدي كمل، لأنه كان عندي بمحل شك وأحباط، ما كنت يعني ما كانوا عم بردوا علي يقولوا لي انت بنت خلص في رجال في اول لبناني عامل هالانجاز شو بدك تعملي انت. المجتمع كان كتير صعب، يعني اصعب من انه الوصول بس للسبونسر، وغير التحضير الجسدي لتعملي هيك انجاز والنفسي والذهني، يعني شغله منا هينه ابدا، خصوصي وقتها بيجوا بيقولوا لك انت رايحه تضيعي وقت او تتسلي، يعني شو رايحة انت عم تاخدي مصاري من سبونسر هيك بيقولوها بكل وضوح، رايحة تتسلي او انت روحي تجوزي هلا ضروري تروحي تعملي لي انجاز. واكيد انا كانوا البطلات اللي عم بتطلع عليهم او الشباب كانوا كلهم اجانب، ما بيشبهوني، ما بيحكوا لغتي، ما بيشبهوني بشكلي باكلي. وقتها شفت رها انا كمان، وكنت عم بقطع بفتره خلص انه بدي اترك الحلم لانه ما عم بلاقي، يعني كنت عامله 4 قمم من 7 وخلص ما عم لاقي لهيدا، وكنت متفرغه للدكتوراه. بس شفت رها قلت لا انا بدي كمل وبدي ارجع لاقي سبونسر، وللحقيقه كملت. فشوفي كيف نحن اليوم كل شخص قاعد فيكم بال يعني معنا عم نتشارك هالقصص، فيكون عم بيدعم شخص تاني بقصته بهال انه يكون، انا على طول بقول كونوا مخلصين لحلمكم. هيدي الإخلاص كيف منخلص لحبيبنا لأولادنا لعيالنا، ذات الشيء نحن كنساء عنا هالإخلاص هالشعور بالأمومة، كمان لازم نكون عنا ذات الإحساس تجاه حلمنا، لأنه كل نهار كيف منعطي حب لأولادنا وجوزنا وعائلتنا، وفينا نكون عم نعطي حب لحلمنا ونكبره ونحققه. جويس جميل، مرسي. أنا عايزة منك كل جملة انت قلتيها، لانه كمان استاذة ناهد اشارت للموضوع، اخوكي هو المدرب بتاعك، ودي نقطة مهمة جدا في الكتاب كمان، انه مش بس بيسلط الضوء على النساء المذهلات، لكن واحنا يعني انا هقول كلام متكرر على قصة وراء كل عظيم من امرأة والكلام اللي بيتقال ده، بس احنا يعني الدعم من الاخ او الزوج او الاولاد حتى الذكور للمذهلات في القصص هنا كمان كان جزء من الإضاءات اللي موجودة في الكتاب اللي مهم قوي نسلط الضوء عليها. انت كلمتي عن التحديات اللي كانت في المجتمع والنظرة الغريبة، طب احنا عندنا بطل انت راح تعملي ايه دلوقتي، كل القصص دي، بس وجود اخوكي كمدرب وكداعم في الرحلة اكيد كان ليه اثر كبير قوي في الموضوع، احكي لنا بقى. يعني خي جورج كان حدي كل الوقت، هي بلشت القصة وقتها كان عمري 13 سنة، أنا خلقانة مع سيندروم، ما بعرف كيف بدي أقول سيندروم، بس هو عرض هو ارتخاء بالمفاصل،
سو عندي يعني ما في اقول مشكله بس هي هلا اليوم عندي اياها بعدها. وهالارتخاء بالمفاصل خصوصا بالركبه عاده اللي عنده هالسندروم ما في يركض يعني كيف لا يتسلق جبال. واكيد كان عندي مشكله ب كيف بوقف يعني بنحني هيك وكله منحنيه ومهرجله يعني كانت ما عندي ستابيليتي يعني ما في لانه في ارتخاء بالمفاصل. وعاده الاولاد اللي بيخلقوا بهيدا الشيء يعني ما بيقدروا يعملوا رياضه على صعيد عالي. بس خيي لسعيد يعني لحسن حظي انا انه خيي راح درس بالجامعه فيزيكال ادكيشن وتخصص بالرياضه بالجامعه وكان عم بيعمل الماسترز تبعه. فشافني قال لي بتعرفي جويس تعي معي على النادي. ورحنا على النادي مع بعض كان عمري 13 سنه وفرجاني كيف بدي احمل اثقال لانه اذا قوينا العضل بتثبت الاجر يعني بصير عندي صلابه بالوقفه. ووقت صار عندي صلابه بالوقفه صرت اقدر اعمل رياضه اكثر. ومن شغله لشغله وصلت للجبل اللبناني وصار عندي حب لاتسلق جبال ومن هون انطلق الحلم. بس خيي ما تركنا يعني كنا عم نكمل كل خطوه بخطوتها كل جبل كيف بدي احضر له. يعني مثلا جبل دينالي اللي هو اعلى بامريكا الشماليه بالاسكا وعم بحكي عنه اكثر من ايفرست لانه اصعب كان علي. بدي احمل 30 كيلو على ظهري وبدي جر 30 كيلو عم نحكي على مده 22 نهار بناقص 60 تحت الصفر. فهون كان عندي تدريبات خصوصي يعني خاصه من كمان خيي كان حد ككوتش لانه بتعرفي ما عندنا الموارد يعني كريسورسز. نحن رياضيات خصوصا بمجتمعنا العربي ما بيعتبر انه هي مهنه انه هي يلا رايحه تتسلى هيدي انه بس هي مهنه يعني هي مهنه بكل معنى الكلمه لانه عم نعطي وقتنا لنتحضر جسديا وذهنيا ونكون كمان عم نعطي وقتنا يعني نخلي جسمنا يرتاح لنقدر نحقق هالانجاز لنا ولبلدنا. فمهم انه كان حدي كل هالوقت بكل جبل وبكل خطوه لوصلت على قمه ايفرست. وحتى الشخص الوحيد اللي بتواصل معه على الساتلايت فون من اي جبل كنت ان كان باكونكاغوا بارجنتين او بايفرست من قمه العالم او من الاسكا او من افريقيا او من انتاركتيكا حتى كان بس خيي جورج لانه بوثق فيه. هيدي شغله كثير مهمه لكل شخص معنا. لازم يكون عندكم شخص واحد بالحياه على القليله توثقوا فيه وهو وقت انتم بتضعفوا وقت بيكون عندكم شك لانه كلنا بنقطع فيها حتى اذا كنا ابطال وحتى اذا حققنا مشاريع كبيره وكنا منجي يعني عندنا انجازات كبيره على طول الشك بيرجع. هو الشخص الوحيد هالصديق اللي عندكم اياه او الصديقه يمكن تكون امكم اختكم خيكم. انا كان خيي جورج هو اللي كنت اتصل فيه واسمع له شو بيقول لي وهو كان على طول يدعمني لكمل. احنا شاكرين جدا لجورج لانه بتصور يعني انت طبعا ما شاء الله عندك اراده وعزيمه وقوه بس يمكن وجود جورج في حياتك فرق كتير في انك تحققي وتوصلي للنقطه دي. وانا هاخد من عندك وانقل على لبنى لانه في الكتاب نماذج تانية من نفس النمط علشان ما يتم ما نتهمش ان احنا متحيزات للمرأة. بس انا عجبني جدا في الكتاب فعلا ان هو رغم انه يبدو من الخارج انه بيتكلم عن المذهلات لكن هو في كمان متضمن في القصص العديد من المذهلين. لبنى ادينا شويه امثله سريعه عن دور الدعم الرجال للمذهلات في الكتاب. هو الجميل في القصص وانا يعني الكتاب خد وقت كبير في البحث يعني انا كنت بقعد اقرا قصه كل رياضيه لحد ما اعرف التفاصيل بتاعت حياتها كلها. يعني جويس مثلا كنت بقرا بشوف التيد توكس اللقاءات الاذاعيه اللقاءات التلفزيونيه الاخبار لحد ما قدرت افهم قصتها عشان اقدر اكتبها وتبقى بشكل كمان فيه يعني بدايه ووسط ونهايه حدوته مثيره للقارئ. لبنى انتوا اول مره تتقابلوا النهارده؟ اول مره اقابل جويس النهارده. يعني القصص انا يعني عشان شايفة لبنى عاشت شغف القصص واضح ان هي غاصت في حياتها. لا انا عارفاهم يعني انا عارفاهم يعني كلهم كويس جدا يعني انا جزء من العيلة برغم ان هم ما يعرفونيش بس هم قرأوا القصص وادونا يعني بعض التعليقات او الاضافات. ف
فمن بين الحاجات اللي لفتت انتباهي هو فعلا دور الرجل ودور الأسرة. يعني القصص دي بتعيد إلينا الثقة في عصر يعني في انعزال للفرد بسبب السوشيال ميديا أو بسبب الريتم الحياة السريع، لكن ثقة لأهمية الأسرة في حياة الفرد. وعندنا مثلا قصة متسلقة الجبال بشرة بابينو اللي هي أول مغاربية وثاني امرأة عربية تكمل تحدي القمم السبع، إزاي جوزها كان هو اللي واقف وراها. يعني كانوا يستغربوا قوي يقولوا له يعني أنت بتسيبها تطلع الجبل، وهو راح أول رحلة هي راحتها الجبل كليمنجارو راح معاها، فقالوا له يعني بتنفق أموال طائلة يعني عشان تطلع جبل، فقال لهم أنا بحب بشرة، ولأنها بتحب الجبال وبتحب التسلق أنا حبيت أشاركها حلمها. وبعد ما أنجبوا بنتهم بقى هو بيقعد مع الابنة علشان بشرة تقدر تروح تكمل تدريباتها وإنها تصعد قمة إيفرست وتنهي تحدي القمم لأنه بيحب بشرة. فالقصة دي يعني أنا وأنا بكتبها كنت متأثرة جدا. عندنا اللاعبة التايكواندو المصرية هدايا ملاك اللي هي الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو والأولمبياد الأخيرة في اليابان، أول ميدالية خدتها الميدالية البرونزية كانت على وشك إن هي ما تقدرش تحقق الميدالية الفوز، ولكن راحت لأخوها، أخوها هو الداعم أيضا لها الأكبر، وهو شجعها وقال لها أنت هتقدري وأول واحد هتجري عليه وهتاخدي الميدالية هو أنا. وده اللي حصل فعلا، حولت مسار المباراة لها وبالضربة القاضية وحصلت على الميدالية البرونزية، وأول واحد وسجلتها الكاميرات جريت عليه هو أخوها وحضنته، بعدين خدت علم مصر ولفت بيه. فيعني في رها محرق والدها كان دايما وهي صغيرة، هي كان عندها اللي هي الديسلكسيا اللي هي ما كانتش، كان عندها مشاكل في القراءة والرياضيات، فهو كان دايما يقول لها أنت تقدري تمسكي النجوم، يعني أي يعني تقدري تعملي أي حاجة أنت نفسك فيها. لما جت وحبت انها تتسلق اول جبل اللي هو اعلى قمه في افريقيا كليمنجارو، بعتت له قالت له انا عايزه اتسلق، فقال لها لا. هو خاف كأب والمجتمع ايضا، يعني بنت في مجتمع سعودي، يعني ازاي هتطلعي جبل؟ فهي بعتت له جواب، كتبت له ايميل وقالت له انت اللي قلت لي ان انا ممكن اصل الى النجوم واني اقدر واقدر، فقال لها خلاص اطلعي وروحي امسكي النجوم. وبقت في تقليد ان هي كل ما بتطلع جبل وبتصل للقمه بتاخذ يعني حجر من الجبل وبتديه له. ففي في قصص كثيره جدا يعني ملهمه في الكتاب لدور الرجل اللي هو الاب والاخ والمدرب ايضا. يعني في فتيات يعني اصروا ان اسم المدرب يبقى موجود في 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 القصه لانه وقف وراهم، فنماذج جميله جدا. يعني انا تاثرت جدا الحقيقه، كفايه لمنى. منى انا عايزه اجيلك علشان انا عرفت انه كان في عندك انت بما انك كنت خلينا نقول مديره المشروع بتاع الكتاب كان عندك دأب وإصرار شديد للوصول للبطلات، جبتيهم من تحت الأرض يعني، فأنا عايزاكي تسمعيني تجربتك في الموضوع ده. إحنا زي ما قلنا إحنا اللي كان بيحركنا هو الحب والقصص نفسها. يعني إحنا الفكرة خلاص اتفقنا عليها وقلوبنا غطست وراحت شهور وشهور، عملت بقى ريسيرش بتاعها وكده جابت لنا بقى القصص. حقيقي مش عشان يعني الكتاب بتاعنا وكده، كل قصة مؤثرة بمعنى ان انت ممكن تعيطي وانت بتقريها، ممكن يعني كل قصة ليها وزنها يعني. وحتى
كنا في الاول اول لما شفت تكرار اللاعبات مثلا اللي راحوا القمم، تكرار الالعاب مثلا في كذا واحده في التايكوندو او حاجه، لاول وهله كنت عايزه اقول لبنى طب ما نختار، يعني مش لازم نحط كل نغير الالعاب ننوع يعني. يعني بس هي كل قصه لازم تبقى موجوده، يعني ما ينفعش تتشال. فعلشان كده عشان ما ينفعش اشيل اي واحده من البطلات كنت حريصه ان انا هجيبهم، يعني هجيبهم لازم نوصل لهم يعني. فيعني حاولنا بكل الطرق، وكان مجهود جماعي على فكره، يعني كنا بنساعد بعض، يعني لبنى تبعت لي لينك البيج بتاع فلانه، طب لا ما بتردش هدخل لها على الفيسبوك اشوف، لا طب ايه ده، طب انا لقيت نمره متسجله ما اعرفش فين هروحها. فقعدنا في الموضوع ده علشان مش عايزين نشيل ولا واحده فيهم، مش عايزين اي قصه منهم تروح، يعني كلها ملهمه وكلها محتاجه تبقى موجوده. فده اللي خلانا نكمل يعني. وبما انه احنا هنا يعني موجودين النهارده في ابو ظبي وفي الامارات، ويعني معرض ابو ظبي للكتاب هو المستضيف الندوه، انا عارفه انه في اكتر من اكتر من بطله موجوده في الكتاب، اماراتيه او مقيمه في الامارات او حققت انجازاتها وهي موجوده في الامارات، وده كله كمان يعني انا حابه ان انا اذكر الموضوع. للاسف احنا حاولنا نوصل لمعظم البطلات، بس يا اما كان ظروف سفر للتدريبات او لان هم كانت جداولهم مشغوله. فمنى بما انك عارفاهم زي كف ايدك، يعني ممكن تقول لنا تدينا نماذج من بعض البطلات اللي موجودين هنا الاماراتيات او المقيمات في الامارات؟ احنا في بطلتين في الكتاب من الامارات، زهره لاري هي متزلجه على الجليد، وده حاجه يعني بالنسبه لنا يعني جدا. اول اماراتيه بطله متزلجه على الجليد، فحاجه اصلا هي كسره تابوهات كتير قوي لوحدها يعني. قصتها جميله جدا. فدي دي دي واحده من البطلات الاماراتيات. الثانيه هي امنه الحداد، هي بدات كانت العاب قوه ودلوقتي صح هو الكروسفيت، وبعدين اصبحت يعني رباعه، هي اول رافعه اثقال اماراتيه والاثنين فعلا واعيين جدا لدورهم كنساء في الامارات، قدروا ان هم يوصلوا لحاجات ما حدش وصل لها قبل كده، ويعني حريصين ان هم يوصلوا الرساله بتاعتهم، وكانوا متعاونات جدا في معانا في الكتاب، بس للاسف ما قدروش يجوا النهارده يعني. هو احنا نامل ان يكون في فرص تانية ان شاء الله ان احنا نتكلم عن القصص ونحكي عنها يعني خارج، يعني في انشطه تانية كتير، وان يكون عندنا فرصه ان احنا نلتقي بيهم ونسمع قصصهم كمان مره. بس دي كمان فرصه ان هي تبقى دعوه للي بيتفرجوا علينا او الحاضرين اللي موجودين النهارده، ان هم يقراوا الكتاب ويستمتعوا بقصص البطلات اللي هي زي ما انتوا قلتوا كل واحده فيهم لوحدها ما ينفعش ما تتقالش من كل النواحي يعني. استاذه ناهد انا هرجع لحضرتك وهطلب منك تحكي لنا كمان مره، علشان انت حكيتيني لما كنا بنتناقش قبل فتره الاعداد للندوه عن واحده من الرسامات اللي انت قلتي لي ان هي كانت، وطبعا كل الرسامات موهوبات جدا، بس هناخد مثل الواحده منهم، كان قلتي لي ان هي كانت شغوفه جدا بالموضوع وكانت بترسم من قلبها، وانت حبيتي تجربتها وحبيتي اندماجها في منظومه الحب والالهام اللي كانت موجوده في الكتاب، ممكن تشاركيها معانا؟ والله صراحة أنا يعني حتى حبينا نكرم الفنانات المذهلات أيضا في الكتاب، وحطينا صورهم وأسماءهم، لأنه حتى كلهم يعني بصراحة كلهن أبدعنا يعني، وكانوا يعملنا بشغف يعني حقيقي، وهم حتى يقرأوا القصص يقول لي إحنا هدول الشخصيات نتمنى نلتقي بها في يوم ما. وكانوا ملهمات في عالم، يعني هم ملهمات مثلا المذهلات الرياضيات، ملهمات في مجال الرياضة، هن هؤلاء المذهلات الرياضيات ألهمنهن حتى يبدعن أكثر، لأنهم بده يبرزوا مدى روعة هاي الشخصية، مدى قوتها، مدى إصرارها، مدى حرصها، مدى يعني شخصية هذه الملهمة مثل جويس مثلا.
اوكي يعني الرسامة غرقت في الشخصية حتى تبرز جمال هذه الشخصيات، وحتشوفوا يعني انه ما شاء الله كلهم حتى يعني كانوا سعيدات، يعني كانوا بيقولوا لي احنا بنكون سعيدين واحنا نرسم لهذا الكتاب، فكانت تجربة جدا جميلة. واشيد ايضا بمن ساعدنا ايضا بالاخراج وبعض الموتيفز وما يخص الكتاب، وهي فنانة رائعة اسمها منار مجدي، لم ترسم للطفل من قبل، ولكن وجدت لديها حسا ابداعيا ورؤية مختلفة، فتواصلنا معها وبدأت المشروع، وهي من اكثر الرسامات اللواتي قمنا برسم مذهلات. المذهلات من اين اتى الاسم؟ لي قصة. هو انا الاسم كان الاولي، وده بيدينا برضو فكرة ازاي الكتاب بياخد مراحل. يعني في حتى يعني مقولة ان 20% كتابة و 80% تحرير، وهذا ما حدث. كان اسمه فتيات مذهلات، ده الاسم اللي انا قدمت بيه في المسابقة، وبعدين كان الاقتراح من الكاتبة ناهد الشوة والناشرة انه نبقي فقط على المذهلات، وهو فعلا كان لي التأثير الأقوى من فتيات مذهلات. فرق الخبرة وحس الناشر. طبعا هم المذهلات لابد يكونوا فتيات. لا مزبوط، بس هي فكرة انه يعني تبقى كلمة واحدة وفيها كل التعبير. حتى كمان على فكرة تذكري لبنى لما كنا نشتغل على المحتوى قسمناه، لأنه حسينا أنه لازم يتم يعني ناخد الزبدة. فالمعلومات اللي بتخص المذهلات بما يخص مثلا مواليد سنة كام ونشاطاتها ورياضاتها وميدالياتها و اتفقنا انه حيكون في موقع على موقع منظمة المرأة العربية، ويكون في QR كود في الكتاب، الطفل الذي يقرأ الكتاب ممكن يصل مباشرة لهذه المعلومات الواقعية التي تخص كل منهم، التفاصيل الحقيقية. وأيضا في هذاك الموقع أيضا ممكن أن يصل للإنستغرام بيج، للفيسبوك بيج، يعني اللي عاوز يوصل للبطلة هذه ممكن يوصل لها عن طريق QR بيج اللي هي موجودة عن منظمة المرأة العربية، لأنه صراحة هم دورهم رائع في دعم المرأة ودعم المذهلات. الترتيب أيضا يعني كنا كيف كان بداية مثلا كان باي سبورتس، اوكي بعدين لا اكتشفنا انه مثلا سبورتس معين في عدد معين من الدول اكثر من غيره، فحبينا لا نوزع الرياضيات على الدول على الكتاب العربية. كله على الكتاب كله، بحيث انه ما يبين مثلا انه في تسليط ضوء على دولة اكثر من دولة، فبذلك كل المذهلات برز دورهم عن طريق تصفح الكتاب بطريقة سلسة، وما حسينا يعني ما فيش توازن مثلا ما بين دولة ودولة او بين سبورت وسبورت او رياضة ورياضة. يعني كانت تجربة جميلة، ويعني قضينا فيها ما يقارب سنة ونص حتى صدر الكتاب. احنا المسابقة عملناها في 2019 بداية الفكرة، يعني انا قضيت الكورونا بكتب. 2020 كنت منهمكة تماما. احنا نشكر الكورونا يا لبنى في البحث والكتابة. انا يعني النقطة اللي الأستاذة ناهد اتكلمت عليها دلوقتي يعني فكرتني بحاجة لبنى قالتها في الأول بخصوص انه الكتب اللي بالنوعية دي مش متوفرة في العالم العربي ومش متوفرة بنماذج عربية. يعني احنا هو في توجه في النشر الأجنبي لموضوع إبراز النماذج المؤثرة والملهمة والحاجات دي كلها، بس فعلا احنا ما عندناش حاجة او قليل جدا المنتج العربي اللي مرتبط ببيئتنا. وزي ما جايس قالت كمان انه انا لما جيت اعمل التحدي ده لقيت في بطلات كتير بيعملوه، بس ما فيش حد زي ما فيش حد من يعني عربي بيتكلم لغتي. استاذة ناهد انت كناشرة وطبعا انت ادرى بسوق النشر وعارفة التحديات اللي ممكن تواجه منتج من هذا النوع، ما خفتيش؟ ما حسيتيش ان انا ممكن اخد تجربة مثلا خسرانة ما فيهاش اي ربح؟
يعني يعني هل مثلا ما ترددتيش في مرحله ما؟ انا طبعا مدركه انه جمال القصه والهام النماذج اللي موجوده فيها اكيد طغى بشكل كبير على احساسك، بس انت حس الناشر عندك ما قلقش في لحظه، ولا انت فكرتي فيها كتحدي؟ انا ما بشوفش نفسي ناشره، صحيح بالصدفه كده الدرجه الاولى. لا يعني الواحد عنده رساله في هذه الحياه، واعتقد احنا يمكن رساله الدار هي تمثل رسالتي الشخصيه اللي هي انه نترك اثر في هذا في هذه الدنيا. ورسالتي بدايه لما بديت في مجال النشر اللي هو نغني المكتبه العربيه بكتب نوعيه عربيه الهويه عالميه المعايير. هلا الكتاب سوف يبيع او لم يبيع هذه مش مشكلتي، بس الكتاب لازم يصدر. اوكي، والأول يعني البارحة في أحد الناشرين المصريين لفت انتباهه الكتاب، فبقول لي ما شاء الله أنتوا بتعملوا إشي مختلف ومنوعي، وزي ما ذكرت قلت له تعرف إنه في جهات بتهتم بالتواصل معنا، يعني زي منظمة المرأة العربية هم تواصلوا معنا لأنه شايفين إيش عم نقدم، إشي نوعي، في كثير من الشغف، في كثير من الحب، كثير من العطاء للمجتمع وللفرد. فالكتاب الجيد يثبت نفسه. في عندي كتاب هلا صدر ايضا عن الوحده. انا لما كتبته عم بفكر بالوحده التي مررنا بها في فتره الكورونا، ولكن تغير سياق النص، غيرته بحيث يكون مناسب احنا كلنا بنحس بالوحده وكل طفل يمر بذلك. هل الكتاب هذا سيبيع او لا يبيع؟ اكتشفنا بعد ما يعني كان في تخوفات اكيد، ولكن اكتشفنا الناس تلقفته. لا يوجد مثل هذا الكتاب. تمام، مظبوط. فإذا اصنع، اتقن عملك، انتج ما تؤمن به ولا تعتقد أنه سوف يؤثر على المجتمع تأثير إيجابي، واترك الباقي على الله. بالضبط زي لما جويس خاضت التحدي وهي مش عارفة هي رايحة فين، بس انا الحقيقه ممكن اقعد اتكلم معاكم هنا لحد بكره، يعني انه وللاسف انا شايفاهم علشان التوقيت والجلسه اللاحقه بعد كده. انا بس حابه اشير الى نقطه مهمه للحاضرين واللي بيتفرجوا علينا، انه الكتاب مليء بالقصص والنماذج الملهمه جدا، وهو يعني متاح كمان اونلاين من دار نون، مظبوط، يعني الناس ممكن تشتريه اونلاين غير ان هو موجود في المعرض. عجبتني قوي فكرة انه انتوا مش بس كتاب، احنا بنعمل كمان مالتي ميديا، ممكن هندخل على الكيو ار كود، هنروح على الموقع هنشوف تفاصيل اكتر، هنندمج مع الابطال اكتر ونعرفهم بشكل اكتر من خلال السوشيال ميديا بتاعتهم. انا قبل ما اختم يعني انا حابة اشكركم بشكل شخصي، لانه انا بما ان عندي طفلة صغيرة كمان، الكتاب ده بالنسبة لي منقذ، لانه النماذج اللي زي كده اللي موجوده في مجتمعنا واحنا مش عارفين نشوفها، ومش بس في مجال الرياضه، هو طبعا مجال الرياضه مهم جدا وانا مبسوطه انه اتسلط الضوء عليه، بس كمان النماذج اللي مش موجوده اللي عايزه حد ينقب. فانا عايزه اشكركم كلكم على انه انتوا اخذتوا الجهد والوقت والحب عشان تنقبوا على كل الشخصيات دي، وشايفه ازاي انتوا بينكم وبين بعض في تناغم، حتى انا حاسه ان انا اعرفكم من زمان، يعني انه في الكتاب خلق حاله من التواصل ما بينكم وما بين الشخصيات اللي هي يعني موجوده هنا. يعني اتمنى ان هم يشوفوا الفيديو ويتفرجوا عليه، ويا ريت منى يعني جندي مهارات التواصل بتاعتك، وبلغيهم تحياتنا، وبلغيهم بليز انه احنا ممتنين جدا للدور اللي هم بيلعبوه بشكل غير مباشر، هم ما عرفوش، بس احنا مبسوطين قوي ان هم كانوا معانا وحتى لو ما كانوش موجودين النهارده. وبعتذر لكم اذا كان عندكم اي حاجه كنتوا عايزين تقولوها والوقت ما اسعفش. عايزه تقولي حاجه؟ اتفضلي. عاوز اقول حاجه. انا لاحظت صراحه في مجال النشر بس خصوصا ما موجه لادب الطفل، انه هنالك نقص شديد فيما اللي هو النون فيكشن، والكتاب هذا نون فيكشن. وان كان هنالك اي كتب متواجده في هذا المجال فهي مترجمه. فالسؤال انه لابد ان يتم تقدير مثل هذه الكتب، وللاسف الجوائز المحليه العربيه اوكي لا تاخذ هذا يعني لا تاخذ هذا النطاق من النشر بعين الاعتبار، لانهم يبحثون عن الاشياء الادبيه اكثر او الابداعيه.
في حين كتاب مثل هذا هو مشروع متكامل يحتاج تسليط الضوء عليه في المدارس في كل الجهات، يعني في المدارس، في البيت، في المجتمع، على مستوى وزارة الرياضة، على مستوى وزارة التربية والتعليم، على مستويات أكبر من ذلك، فأكبر المستوى يعني المحلي الضيق. فأنا أناشد يعني كل جهة ممكن تدعم وصول هذا الكتاب لأكبر شريحة ممكنة من بناتنا وشبابنا أيضا، لأنه صراحة هذا الكتاب مهم يكون مؤثر، يساعد القارئ على التحفيز، يحفزه على تحقيق أهدافه، وأيضا يكسر الصورة النمطية للمرأة العربية، وفوق ذلك يتعرفون على نماذج رائعة معاصرة حولنا تميزت وألهمتنا بالكثير. شكرا يا استاذه ناهد، واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وده فعلا مطلب مهم جدا، انه يعني النماذج النوعيه دي من الكتب النون فيكشنال انه يتم تسليط الضوء عليها والاهتمام بها بشكل اكبر. وانا يعني اتوقع انه ده هيحصل في السنوات القادمه كمان بجهودكم، جهود اللي زيكم اللي هم بيحاولوا في الاتجاهات المختلفه شويه. لبنى، انا حاسه انك عايزه تقولي حاجه. هو انا كنت عايزه اشير ان احنا يعني لازم اذكر اسمها، ان احنا اهدينا الكتاب لروح العداءه الصوماليه ساميه يوسف عمر. هي كانت بتحلم بانها تشارك في اولمبياد لندن 2012، ولكن في الوقت ده كانت حركه الشباب مسيطره على الصومال، واضطرت انها تهرب وفقدت حياتها وهي بتحاول انها تعبر البحر المتوسط. فاحنا اهدينا الكتاب لروح سامية يوسف عمر، فكل هذه النجاحات هي من اجل روحها، وان احنا كمان نبرز ان نتمنى ان ده يعني يمكن ان احنا نتفاداه في المستقبل، يعني ان اي بنت عندها حلم انها لا تضطر انها تهرب حتى تحقق. ميرسي جدا يا لبنى، واحنا طبعا كمان بنهدي يعني مشكوره ان انت لقيتي كمان الاهداء، حتى الاهداء بيصب في نفس التوجه بتاع الكتاب. جويس اتفضلي. بس بدي زيد شغله، انا هلا وقت سمعت قصه الكتاب وكيف هي قصه حب وشغف، يعني فيها هالحب انه نخلق شيء له معنى ويكون عم بيطور مجتمعنا، عم بيعطي لاولادنا الشباب والبنات، فعن جد انا حاسه حالي كثير محظوظه اني يعني من هالمذهلات ومعكم اليوم. وهيدا الشيء اكيد بفرجيني انه الواحد بس يكون عم بيشتغل بحب وعم بيعطي من قلبه، لو الكل حد وعم بيقولوا له مش معقول ومستحيل وهيدا ما له معنى، بس اذا هو مقتنع، يعني اذا انتم مقتنعين باللي عم تعملوا من قلبكم وحاسين انتم هيدا الشيء رح يزبط، كملوا فيه. انا هيدا قصتي، وبتذكر اول ما بلشت بال2012 اهلي يقولوا لي كوني بنت، شو عم تعملي؟ يعني هن خايفين اكيد، بس ضد 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 كل المشروع. اليوم انا بفتخر انه بيقولوا لها لبنت اختي عمرها 3 سنين بيقولوا لها رح تكوني بطله مثل خالتك. فهيدا الشيء يعني هيدا التغيير اللي فينا نكون عم نخلقه بمجتمعنا، وانا بلشت من عائلتي الصغيره، واكيد فينا نوصل للكل. شكرا. شكرا يا جويس، شكرا. وانا يعني كمان من موقعي هذا انا حابه اشكر منظمه المراه العربيه، وشكرا يا منى، لانه ده دور المنظمات فعلا انه تحرك الراكد وتدور على الحاجات الغير تقليديه اللي ممكن تساعد ان احنا نغير ونطور من نفسنا ومن المجتمع. شكرا يا منى. شكرا يا لبنى على البحث والتعمق والتدقيق، وانا يعني بحكم معرفتي بيكي عارفه ازاي انت ممكن تغوصي في التفاصيل. استاذه ناهد، شكرا على انك قررتي تغامري ونزلتي بكل الحب في بحر المذهلات، واخرجتي الكتاب للنور بهذا الشكل الجميل الفني الرائع المتقن. وجويس، شكرا انك معانا النهارده، يعني انت بتلهمينا كلنا على كل المستويات، وانا يعني منبهره
باللي انت حققتيه، فالف الف شكر. انا متشكره جدا لكل اللي حاضرين معانا النهارده، وشكرا للي بيتفرجوا علينا كمان اونلاين، واتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم فكره ولو صغيره عن مجهود عظيم وعن افكار جميله وعن نساء مذهلات. انا فخوره جدا ان انا قاعده معاكم على نفس المنصه، وفخوره جدا ان انا بتكلم عن البنات دول الجميلات المذهلات، واتمنى انه يكون في اكتر واكتر. بحييكم وبشكركم، وان شاء الله دايما نلتقي على خير. شكرا شكرا.